اصل هتبقى استجيت اخوي وبجد ماري. تصف يا اسر العطا ولا تصف فيهم كلهم. مبروك يا اسر مبروك. يا اسمع كلامي. طب الموضوع بس يا اخي والله ما معلش للسفاهه. لا لا دقيقه قربها الرضا ضروري $500 اللي ساعد اسر ابي اسر ما في كلام زي ده. لا لا يا اخي خلينا نستمتع شويه يا اخي معقوله. لا لا ما زال كمان اتحد لك اتحد لك. ده حقك يا زول ده حقك من الدوله. دقرش بلدك يا زول دقرش البدرون دقرش البدرون. عمري كله $4 الدولار بشوفه عند الناس بس يا اخي امس استلمته خلاص. دقيقه يا ابو رهف اسمعك الجزئيه اللي بيقول فيها قاعد كان بيطلع في لايفاتنا وبيبلغ فينا وقفل صفحتك وقفل صفحاتنا. دقيقه المشكلة يا أخي نحن عندنا فهم يعني سامحني من غير البصارة عندنا فهم الحرارة هنت القلب دي عاداتنا وتقاليدنا طبعا نحن تربينا كده العادات والتقاليد يعني الإنسان أنت يوم تلقى أخوه قاعد بيعمل في خطأ شوف الإنسان ده قاعد بيعمل في شنو أنت منك ليك أحسب حسبة 10-20 في راسك تمام يا أخي نحن عمرنا ما عرفنا الخيانة ولا بنخون ولا في تاريخنا عندنا زول خاين ولا عندنا إنسان تافح بينزل لهذا المستوى كويس مستحيل اطلاقا وين ما نكون وين ما تلقانا خلي حتى برات السودان حط التليفون ما عندنا كلام زي ده لكن يوم الانسان انت تشوف انسان داخل لب الناس دول مع معنى داخل الناس دول لبه وقاعد اكيد في حاجه الانسان ده عنده اهل عنده اب عنده ام عنده قبيله عنده شيخ عنده عمده يعني الناس دول كلهم الناس الانسان دول وعنده يعني خلينا من دول كلهم نقول لهم بعيدين عيلتك أهل أهلك عيلتك دول بخلوا حل الإنسان بخلوا حي إنت أهلك ميتين وبموت ووافكين في جبهات ها وإنت تقعد تناصر ضدهم مستحيل هذا الشيء لا يعقل فالإنسان اللي واعي ومتعلم زي ما تقول حتى اللي ما متعلم اللي قاري اللي الدنيا قرتها بيفهم الموضوع ده. أنا والله العظيم لا يشرفني أبو رحف ولا يشرفني غيره ولا يشرفني أي واحد فيهم أنا ما دخل إلا لأسباب شخصية أول حاجة أنا يوم دخلت معهم عندهم 16 صفحة أنا جقمتين 16 صفحة أنا بقعد معهم فوق وببلق كويس 16 صفحة أنا جقمتين أربع صفحات اللي هنا أبو رحف الكبار سامعني الصوت واضح إن شاء الله شباب واضح كويس أربع صفحات دل أنا جغمتني هنا أبو رحف الكبار أربع صفحات كويس خلي الباقيات الحملة اللي قميت بها أنا ولا في حد ثاني وأنا إنسان الحمد لله متعلم والحاجات هذه عارفها كويس الحمد لله ما بشكر نفسي فوق كوت ولا بشكر في الآخرين لكن شنو كل إنساني عنده حاجة وعنده سياسة الخاصة يا اخي انا اذا وقفت ضد النار ضد الدعم السريع السودان اللي كان تحرم لي خلي السودان الا افريقيا اللي كلها تحرم لي كويس هذا الشيء معروف يلا محمد عمل في ناس انا في عبر منصتك بوصل الكلام ده لهم عمل لك عمل ليه خلاص يا محمد اسمع تحت يا نصر الضيف لا خليني اجيبه لك فوق ولا خليتيه تحت لا خليه تحت خليه اسمع من تحت اسمع يا نصر الدين الكلام ده كويس خطه في اضانك قسما بالله نحن من اول يوم عارفينك جنجويري وكذاب ونفخ والدليل انا يوم واحد ما تواصلت معك لكن اخذنا منك الدايرينو بالمناسبه انا اشتغلت بيكم شغل انت وابو العنود يا حمير ابو العنود ده لما اختلف مع الدعامه جاني وفك اخره وانت ذاتك ما كان عندك اوردر فينا لا انت كنت مختلف مع الناس ديل وخوفوه خوف عديل ابو العنود ده خوفوه خوف جرى من محل نفوس حفتر جرى مشى بغادو طرابلس هرجو عديل قال لي ده بيقتلوني خوف عديل عشان تعرف الناس دي الجبناء وبخافوا على رقبتهم خوف شديد ابو العنود ده انا اشتغلت به شغل كبير جدا فكيت اخره عشمته قلت له يا غنى بتكلم مع ناس الجيش ادوكم سلاح فهمت علي ادوكم سلاح ونظموكم ورتبوكم وتمشوا تحاربوا دبي اشتغلت به شغل خفزت به السودان ده كله وانا ذاته عارفك انت فعلا كنت صادق مع خلافك مع الدعم السريع لكن خوفوك خوف
وهرشوك هرش لأنك جبان وقلبك كبير. جيت قلت الشويتين ديل. بالمناسبة نحن برضو اشتغلنا بك شغل، والدليل إنه أنا ما تلفنت لك في الخاص نهائي، ولا أديتك أبيض ولا أحمر. ولا أنا يا أبو رهف أقسم بالله قال لي كم مرة ديني الرقم الجديد بيت الدلي أقسم بالله. وبتخش هنا في اللايف بتاعي ده زيك وزي أي جزمة جنجوي دي ما قاعد أعيرك اهتمام، عندي بك شغل معين، عندي لك بس إنك تسيئ لأولاد دقلو وإنك تسيئ للجنجويد وإنك تورينا خباياهن وتدلل الأمارات وتجد تغسل زيك وزي غيرك يعني. الزيك ده يا 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 نصر الدين لسه عطيرة، تعرف طيرة؟ نحن بنشتغل بشغل بس ما أكتر ولا أقل. أقسم بالله العظيم أنا من أول يوم قلت لهم الجنجويد ما عنده ضمان، الزول ده بكرة بخوفوه بعصروه بقلب زي أبو العنود ما قلب، يلا خدوا منه الدارين وفكوا الخرى. والله انا قلت له ابو سمر كده، قلت له يا اخي خد، قال ادوني 4000 دولار، منو اللي بديك 4000 دولار وانت ذاتك تسوى 4000 دولار يا اخي؟ انت جنجويدي 4 دولار 4 دولار ما ت... والله 4 دولار خلى 4000 دولار، بعدين منو اللي بديك؟ اديك لين ابو سمر من جيبه. احنا ما في زول بيدينا حاجه يا زول، ما في زول بيدينا حاجه، نحن ناس شغالين متطوعين لانه احساسنا الطبيعي انه دي بلدنا ونحن من حقنا ندافع عنها حتى الموت، ما عندنا وطن غيره، ما عندنا بلد غيره، ده الدافع الوحيد. والله الانترنت ده بيشرج من تلفوناتنا اقسم بالله العظيم وكتابه الكريم. انا قاعد على على اعلى مستويات جروبات، فهمت علي؟ في السودان ده على اعلى مستويات، يخطر على بالك يوم واحد ما في دولة داني حق 5 دولار 50 دولار حق انترنت؟ لا، انا بدافع عن الجيش ده وبدافع عن الشعب السوداني لانه مؤمن، انتوا قتله وانتوا مرتزقه وانتوا ناس ماجورين ودي بلدنا ومن حقنا نحن ندافع عنها حتى اخر موت، حتى اخر نفس، حتى الموت. وانتوا غزو اجنبي ده ايماننا الجنجويد ده لازم ينتهوا، لانه ظاهره الجنجويد هي سرطان تفشى في السودان وصل المرحله الخامسه. والحريف ده انا من الناس اللي اتمنيته وحياه ربنا انا عارفه بتقع، عارفه بتقع، ولما وقعت قلت الزول ده دقس في النهايه حينتهي، يعني ظاهره حميتي والهاجس الامني الدائم ده حينتهي والى الابد، فهمتوا علي؟ حينتهي والى الابد. اما انك تجي تقول اشتغلت بيهم شغل يا اخي، انت انت حشره قدري كده. اذا كان غادتكم انا بشتغل بيهم شغل أنا الفخر ده بقول ارفع الصوت، الصوت ما واضح يا شباب. إذا كان غادتكم شباب الصوت ما واضح، معناته هكروا اللايف بس. الصوت مسموع يا شباب؟ واضح يا إبراهيم. الناس قالوا الصوت ما مسموع. واضح. يا سادة يا كرام، يا الشعب السوداني. جنجويدي زي ده قال دار يشتغل بينا نحن شغل، يا أخي إذا كان غادتك أنا بشتغل بينا شغل. إذا كان غادتك غادتك حميرتي ده ومستشارينك ديل انا اشتغلت بيهم شغل لما روح مرقت، لما روح مرقت انا سجلت لغاتك ديل 9 مكالمات وفي النهايه وحنطلع ميتينك وحنضربك بسياره وحنفجخك وحنخش بيتك وحنسوي لك وطص فيكم من هنا للنيجر. البسكتنا طلقه كان بتقدر الدنيا على الجلوبه قسما بالله. يعني احنا كسودانيين نساء انا ما خايفات منكم، كان داكاتنا في الفاشر ديك بقاتلا كالاسود في فاشر السلطان ابو زكريا، ما في دول خايف له من جنجويد. عشان كده ما توهموا نفسكم شديد انه انتوا حاجه عظيمه وانتوا بتشتروا الناس وانتوا بترعبوا الناس، لا 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 لا، جزمتنا دي ما بترعبوا ولا في اي جنجويدي بيفتكر انه بيشتغل بينا شغل، ما احنا بنشتغل بيكم شغل. أنا هسي كبشرتك دي لفت السودان كله، كبشرتك الهسي دي لفت السودان كله. أنا اشتغلت بك كبشرة وصلت مليون، الدائر منك أخذته، معسكراتكم، طريقة استقطابكم للجنجويد، كيف بتجيبوها المرتزقة دي كله أنا أخذته. يعني أنت زول حشرة صايع زول، شوف شغلتك الغوص والحبابك إن شاء الله. طيب يا شباب شيروا يا جماعة عشان الفارس ثوراف الله يسعدك العرب. الليلة زيت تقيل والله، زيت ثقيل، خلي الناس تشير، والله الشعب السوداني كله يفرح يا ابو رحف فرح عظيم. وسي الليله حدث، الناس دي ما جايبه خبر، الناس اللي قاعده في اللايف ده ما جايبه خبر، حدث
واخر حاجه حدثت حاجه مهمه جدا تفصل الشعب السوداني كله. شوف البلده كيف، خلي ناس الشعير. الناس ما دار الشعير يا عم، نسوي له شنو؟ اللايف ضعيف لسه 700 نفر وينزل 669 نفر وينزل 700، امتى علي؟ ما ناس ما دار الشعير يسوي له شنو؟ بالله دقيقه ابو رحمه، احنا بنرفع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الجنجويد اذا ما تهتموا بنرفع صورته في الزمن المناسب. محمد سليمان، هلا رندس حبابك. الكلب ده كنت معاه قبل نص ساعه في اللايف حقه. طبعا انا بطلع وبكون قاعد في المخفي مرات وبكون قاعد هناك. الزول ده من يوم قلت له وانا معاكم في المنصه، قلت له اخواننا الزول، قلت له امسح الصور في تلفونك، اقسم بالله ثلاثه انا شاكي فيهم، بس ما دار اقاطعكم. بس لكن الليله اتفشيت فيهم في المنصه فش، ونزلت منه وقدم لي 20 قيس ابيض ما اطلع له. حلو. رافع جنجويد ورافع الجياشي، لما الجياشي يتكلم بكتمه وبخلي الجنجويد يتكلم. لما الجنجويد تجي الفرصه بتاعت الجياشي، الجنجويد بيتكلم ما بكتمه. لفيت لك معاه ولفيت لك مع ديرك وقلت له الحمايتين مات وطقيت زي ما بيتوا يقولوا، والرهيفه تنقد وطوس فيكم، ونزلت منهم وقدم لي اربع قيس ابيض يا اخوي العرندس. اخوي العرندس، الزول ده يا العرندس، الزول ده ما عنده موضوع. خلوا نسمع الغنصل ده من السودان يا جماعه. العرندس الزول ده ما عنده موضوع. خلوا نسمع الغنصل ده من السودان. الغنصل اتفضل حبابك. يا الحبيب رهف، اول حاجه ابشرك واهني الشعب السوداني بالانتصارات العظيمه اليوم. حققت القوات المسلحه الحمد لله بطلعات طيران ناجحه، سوق اندهار، كمية من الهلكة والجسس الحمد لله رب العالمين. الآن المستشفيات تملأ جسس الدعامة. النازل قالوا الروب يا أبو رهف، اليوم كان متك 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 الحمد لله رب العالمين بكل ما تحمل الكلمة من معاني. يا أبو رهف النازل الليلة قالوا الروب عديل، الله أكبر ولله الحمد. ولسه الآن أنا بكلمك الطيران شغال متك بإذن الله تعالى. الأسبوع الجاي ده كله حتشوف انتصارات عظيمة جدا ان شاء الله تعالى. كما ورددنا اخبار عن بابانوزا، الحمد لله كبدت الفرقه 22 مشاه بابانوزا وقوات العدو خسائر كبيره في الارواح اصبح الخسائر والعتاد، وتم استلام مركبات قتاليه وعدد القتلى بدفاعات الفرقه عدد 41 متمرد، تم نقل 49 متمرد جريح، عدد 32 حاله حرجه في مستشفى المجلد المرجعي، وهلك عدد 12 متمرد في المستشفى. وكما تم استلام أسلحة حية وذخائر من العدو تقدر بالآلاف الحمد لله رب العالمين. النازل قاعدين سليقة الآن، ما عندهم حتى مضادات أرضية. والله العظيم عندنا معلومات تؤكد إنه النازل يسلموا القوات المسلحة رافضة إنه تسليم. بعد ده خلاص شغل كدم يا أبو رهف، ما في حاجة اسمها تسليم، في حاجة بعد تصريحات سعادته ياسر عطا في حاجة اسمها بل شامل. النازل تسلم رفضوا له تسليم. عندنا شغل بل عشان عرفوا الله واحد وعرفوا الشعب السوداني ده ما منكسر. وقال لنا أبو رهف الحمد لله أعلن التعبئة الرسمية للتعبئة للشعب السوداني. إن شاء الله بإذن الله حنجمع 15 مليون مواطن سوداني للقتال. ديل مشوين داني أولاد الكلب. والله يا أبو رهف الليلة معنويات الجيش تعانق السماء والطيارين متحمسين، أي زول داير طلعته وأي زول بيتحمس للقتال. الحمد لله كما تم اليوم عدد نشر قوات العمل الخاص في مناطق اكس ودال وجيم، ورفعوا تقارير انه المناطق دي خاليه من دعامه، ما في ولا دعامه يا ابو رهف. وشريات كثير ان شاء الله تعالى نرسلها للشعب السوداني، وان شاء الله الجاي والجاي احلى. وباذن الله تعالى خرطوم خاليه من الجنجويد ودارفور خاليه من الجنجويد، وباذن الله كلنا يد واحده، حركات كفاح مسلح على امن وطني على ابو طيره. والحمد لله كما تعلم يا ابو رهف، كما تعلم في معلومه انا اؤكد عليها، الان القوات المسلحه بقت تعيد لبعد النصر. والله يا ابو رهف عوده المواطنين للخرطوم، تتكلم عن المستشفيات، عمار المستشفيات، تتكلم عن الطرق، وباذن الله تعالى الى الخرطوم والولايات ثم دارفور والى باقي السودان باذن الله تعالى. اليوم الفرحه كانت في غندهار، في بحري، في مدرمان، في الفاشر، في بابانوسا. اي واحد من اخواننا في الفرق هناك رافعين تقارير تسر البال وتسعد القلب الحمد لله، وتشفي صدور قوم مؤمنين.
ان شاء الله قدام ومنصورين. ابشروا يا شعب السوداني، والله يا شعب السوداني انا اكد لكم حاجه، باذن الله نصركم بات وشيك، بات غريب باذن الله تعالى. ما في زول يأيس من الانتصار، ما في زول يقول الناس ما انتهوا، الناس انتهت يا ناس والله انتهت. وحتى الليله الحاجه اللي بيدافعوا بها عن انفسهم ما بالقوه، ودارين يسلموا والجيش رافض انه يسلموا، زي ما انه قالوا، زي ما قالوا نحن ونحن قنقر ونحن